تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد ثلاثة أشياء يبحث عنها أهل غزة، الثالثة لا تحتمل. 10 شهور من الحرب الإجرامية العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، أكثر من 40,000 شهيد. الوضع صعب للغاية، زي ما قلنا محنة الشتاء والصيف. محنة في الشتاء إن الناس في العراء، ما عندهاش غطاء في البرد القارس، أطفال ونساء في خيام رقيقة للغاية في مواجهة برد شديد. وفي الصيف شايفين إن في أمراض، وفي أمراض معدية، وفي فيروسات، تلوث في المياه، الصرف الصحي. كل هذه المأساة على امتداد هذه الحرب الإجرامية، 10 شهور ب40,000 شهيد. صحيفة الجارديان بتقول إن من وقت نتنياهو ما راح الكونجرس واتكلم قدامه، وهو خلاص بقى عنده ضوء أخضر يعمل اللي هو عايزه، فبدأ يمارس محو العائلات ومحو المدن ومحو المنازل، لأنه خلاص خد ضوء أخضر في أمريكا يعمل اللي هو عايزه بعد ما راح ألقى كلمة قدام الكونجرس الأمريكي، وقفوا هم بيصفقوا له في أمريكا. فمن وقتها وهو بيتمادى في انتهاك القانون الدولي الإنساني. حتى المحاولات في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من أجل حماية القواعد الهشة للقانون الدولي لم تصمد قدام جرائم حكومة نتنياهو. استمر الضرب والقصف والتدمير في كل مكان بعد الضوء الأخضر، ما كانش في أي حدود لدى نتنياهو. وطبعا قبل الكونجرس وقبل الضوء الأخضر أيضا لم تكن هناك حدود نتنياهو، لكنه اطمأن أن يفعل ما يشاء، لا قانون دولي ولا قوة دولية هتعترض هذا الطريق. الجارديان بتقول في مقال مهم إنه الفرق بين الحضارة والهمجية قدسية الحياة الإنسانية. ما يمارسه نتنياهو وحكومة إسرائيل همجية، لأن ما فيش احترام لقدسية الإنسان، لا قيمة للدم ولا قيمة للحياة، وبالتالي لأبسط الأسباب بيتم القتل بدون أي معلومات، 100-200 يموتوا في لحظة، الصواريخ لا تفرق بين هذا وذاك، وإن كل اللي ماتوا تقريبا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال. إن في جيش وحكومة لا تفرق أبدا بين ما يجب أن يكون في حرب لها قواعدها، وبين جرائم وحشية لا تنتهي وتنتهك قدسية الحياة وتقتل النساء والأطفال بلا رادع، ده معناه إن إحنا إزاء حالة همجية لا تنتمي إلى حضارة العصر. أيضا حضراتكم، كأن هذه الحرب بحسب الجارديان قسمت عالمنا إلى عالمين، لأن حجم الإحباط الفكري في العالم كبير. الحرب دي ليها أثرها الفكرية على العالم وأثرها الثقافية على العالم، لأنه العالم أدرك أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة والقوى الدولية بأكملها والشعوب العالمية، كل ده لم يؤدي إلى إيقاف هذه الهمجية في القرن 21. وبالتالي بقينا إزاء عالمين، عالم بيعيش في حرية وأمن وسلام وطعام وشراب، وعالم يمثله الناس اللي في غزة، الشعب الفلسطيني في غزة، السكان اللي موجودين في المناطق اللي فيها قصف مستمر، اللي هم ما عندهمش أبسط قواعد الحياة. عالمين، عالم يستمتع بكل منجزات الحداثة، وعالم يعيش في مرحلة ما قبل الحداثة. شايفين الشعب الفلسطيني وما جرى له، ده عامل هزة إنسانية فكرية عالمية، لأن رجوع إلى شريعة الغاب حيث لا شريعة، إلى القوانين البدائية حيث لا قانون، وبالتالي الهمجية وليس الحضارة. الشعب الفلسطيني في غزة عايش حياة صعبة جدا،
زي ما قلنا، سواء في الصيف الوضع صعب، في الشتاء الوضع صعب، القصف مستمر، تدمير المنازل، قتل السكان، كل شيء مستمر بلا توقف على مدى 10 شهور في حرب من أسوأ الحروب منذ الحرب العالمية الثانية. الشعب الفلسطيني بيبحث عن 3، إنه يتفادى القصف لأن الضرب في كل مكان والضرب مستمر وبالليل والنهار، يعني الفجر الساعة 2 بالليل، الساعة 1 الفجر، الساعة 10 الصبح، أي وقت أي وقت، ال 24 ساعة على امتداد الزمان وامتداد المكان، كل المكان وكل الزمان في قصف مستمر في فلسطين. وبالتالي الشعب الفلسطيني بيحاول انه يتفادى القصف قدر الامكان. نمرة 2، انه يبحث عن طعام، لانه مفيش في شح في الطعام، شح في المياه، شح في الأدوية، مفيش امكانات للحياة. ونمرة 3، البحث عن جثث ضحايا. يعني 3 حاجات أصعب من بعض، إنه يتفادى القصف، وإنه يبحث عن طعام، وإنه ودي بقى الأصعب يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض. وعلى الرغم من ذلك كله، من كل ده، وهذه الثلاثية الصعبة القاسية اللا إنسانية، الهروب من القصف والبحث عن طعام والبحث عن الشهداء، على الرغم من ذلك كله، صمود فلسطيني أسطوري في مواجهة الكارثة، بطولة لا سابقة لها في مواجهة حرب لا سابقة لها. موقف مصر من هذه الحرب كما عبر عنه الرئيس السيسي، وأنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة على حدود 4 يونيو 67 تكون عضوا كامل عضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2، الجيش البريطاني الآن أسوأ مما كان عليه أيام نابليون. مقال مهم وخطير للكاتب مارك شامبيون في وكالة بلومبيرج للأخبار. المقال المهم ده اللي نشرته وكالة بلومبيرج ونقلته صحف عديدة، بيتكلم عن إنه الجيش البريطاني يعاني الآن ضعف غير مسبوق بحسب الكاتب. فبيقول إن الجيش أسوأ مما كان عليه أيام معركة ووترلو مع قوات نابليون بونابرت، وإن وقتها كان عدد سكان بريطانيا 10 مليون، لكن دلوقتي البلد أو بريطانيا 67 مليون نسمة. فحسب الكاتب الجيش البريطاني وقدراته بتتراجع، وإنه لما كان حزب المحافظين قبل 14 سنة موجود في المعارضة، وكان حفيد وينستون تشرشل وزير الدفاع في حكومة الظل، كان بيتكلم عن ضعف القوات المسلحة البريطانية وإن لابد تتطور هذه القوات المسلحة. لما وصل المحافظين إلى السلطة بالفعل وعد 14 سنة سلموا البلد والجيش أضعف. ريشي سوناك آخر رئيس وزراء من المحافظين سلم حكومة العمال في 2024 جيش أضعف وبيتقلص تدريجيا، بحيث أنه هو في يناير 2025 هيكون 73 ألف جندي من الموظفين الدائمين. وبالتالي هذا الجيش مش قد التحديات التي تواجهها أوروبا أو تواجهها بريطانيا. فالأمريكان عندهم قلق إن البلد الأكثر موثوقية في العالم بالنسبة لأمريكا جيشها لم يعد قويا كما كان بحسب الكاتب، وإن أوروبا بتقول إن احنا محتاجين تكون في فرقة حربية كاملة من بريطانيا جاهزة تصل إلى أوروبا في حالة حرب بين أوروبا وبين الخصوم سواء روسيا أو الصين، وإحنا مش متصورين تكون بريطانيا قادرة على حشد هذه الفرقة. القوات البحرية البريطانية بتتقلص أيضا، حتى إن في سفن حربية بريطانية هتطلع بره الخدمة نتيجة عدم وجود أفراد للعمل على هذه السفن الحربية. أيضا الطيران البريطاني، الطائرات المقاتلة البريطانية، سلاح الجو فيه طيران أقل أو طائرات أقل من ألمانيا
وفرنسا وإيطاليا، بل إن بلد زي الصين بتزود كل سنتين ثلاثة بحسب بلومبيرج من القطع البحرية، أو تضيف إلى أسطولها كل سنتين ثلاثة ما يعادل الأسطول البريطاني بأكمله. أيضا الذخيرة اللي موجودة، ذخيرة المدفعية في الجيش البريطاني، مش كتير ومش كافية. ولو إن بريطانيا بتخوض حرب زي أوكرانيا، ما تقدرش تكمل كتير بحجم ذخيرة المدفعية اللي موجودة. إنما على الجانب الآخر الكاتب بيقول إن بريطانيا عندها ميزانية عسكرية كبيرة، 60 مليار دولار سنويا. الدولة المستعدة أكتر من غيرها تتواجد خارج بريطانيا عسكريا. عندهم قوات موجودة 900 جندي تقريبا في منطقة البلطيق في إطار الناتو. عندهم قوات في البحر الأحمر بالتحالف مع أمريكا. وبريطانيا مستعدة باستمرار تتواجد عسكريا في الخارج. يبقى إذن ميزانية كبيرة، استعدت للتواجد في أي مكان في العالم. إنما على الرغم من ذلك القوات البحرية بتواجه ضعف وتسريح بعض السفن أو إخراجها من الخدمة. القوات الجوية فيها طائرات أقل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وذخائر المدفعية قليلة، وإنه أفراد الجيش قليلين 73 ألف فقط. لكن بريطانيا رؤيتها الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، إن ما يكونش عدد كبير من أفراد الجيش مع تكنولوجيا أقل، إنما عدد أقل من أفراد الجيش مع تكنولوجيا أكبر. لكن برضه في شك في هذا الأمر، هل بريطانيا عندها القدرات العسكرية الكبيرة تكنولوجية اللي ممكن تخليها تغطي هذا العدد القليل من أفراد القوات المسلحة 73 ألف فقط في بلد تعداد سكانه 67 مليون؟ وإن ده وضع حتى إذا قورن بوضع بريطانيا وقت معركة ووترلو فبيكون أسوأ مما كان عليه أيام نابليون. الكاتب يصل إلى إنه بريطانيا دولة متوسطة القوة، وإن ينبغي أن تتعامل بريطانيا كدولة متوسطة، لأن طموحاتها الجيوسياسية كبيرة أكبر من طاقتها وقدرتها، وإنه الصح إن بريطانيا ترجع لحجمها كدولة متوسطة، مش تتصور إن هي قوة عظمى عندها وجود جيوسياسي كبير أو أهداف جيوسياسية كبيرة. وبيقول أيضا إن الأزمة الاقتصادية المنعكسة على وضع الجيش في بريطانيا يجب التفكير فيها بعقلانية، لأن ممكن البعض يقول طب ما نلغي الترسانة العسكرية النووية علشان نوفر النفقات، وده هيكون خيار غير صحيح. إذن ده مقال مهم للغاية، فيه قراءة جادة وجريئة لوضع القوات المسلحة البريطانية 2024 بعد تسلم حكومة العمال السلطة من المحافظين، وموجز القول فيها إن فيه عوامل ضعف بادية في القوات المسلحة البريطانية، من ذخائر المدفعية للقوات البحرية للقوات الجوية، لتقليص عدد الجيش، لاحتمالات تقليص في الترسانة العسكرية النووية، وإنه سواء في عدد المحافظين أو العمال لم يتم عمل إصلاح هيكلي للقوة المسلحة البريطانية. لكن على الرغم من ذلك يجب أن بريطانيا توازن بين أن عندها جيش قوي، تكنولوجيا متقدمة، 60 مليار دولار سنويا، وتواجد عسكري في الخارج، وبين أنها لابد أن تهبط بأهدافها الجيوسياسية وطموحاتها الجيوسياسية إلى مستوى قوة متوسطة وليس قوة عظمى بحسب الكاتب في وكالة بلومبيرج مارك شامبيون. وفاصل ونكمل. ثلاثة، ماذا نعرف عن شيطان الظهيرة؟ حضراتكم لما حد يكون معاه الموبايل ويقعد يتفرج على فيسبوك ويزهق يروح انستجرام ويزهق يروح تيك توك ويزهق يروح هنا ويزهق يروح هنا، يسيب الموبايل يرجع تاني، ففي حالة من الملل في الحضارة المعاصرة. رغم الإيقاع السريع والتقدم الكبير إلا إن الملل يلازم الحضارة المعاصرة،
وآخر قرنيا بحسب الفيلسوف الكبير شوبنهاور اللي كتب عن الملل في القرن 19، آخر قرنين أو بعد الثورة الصناعية أكتر من قرنين والعالم الملل بيتوازى مع التقدم الإنساني والتكنولوجي والحضاري اللي موجود في العصر الحديث. الملل ظاهرة قديمة وفلاسفة اليونان كتبوا عنها قبل أكتر من 2000 سنة، وأباطرة الرومان كانوا مدركين أن الملل شيء موجود في حياة الشعوب، وعشان كده بعض أباطرة الرومان وضعوا استراتيجية تقوم على الطعام والسرك، إن الناس لازم تاكل والناس لازم تتسلى، فالطعام علشان الناس تاكل والسرك علشان الناس تتسلى وتتشغل بأعمال السرك، حتى إن هم كانوا بيعملوا أنواع من المصارعة، إن المصارع بيموت الطرف الآخر والناس تستنى لما يموت الطرف المهزوم، فتخيل بقى التسلية حتى بموت المصارعين. الملل زاد بعد كده في العصور الوسطى، وفي العصور المسيحية الأولى كان في مصطلح اسمه شيطان الظهيرة، بيشير إلى الملل الديني، الفتور الروحي والتقاعس في أداء الصلوات والعبادات والتأمل الروحي، فسميت حالة الملل والفتور الروحي والكسل الديني سميت بشيطان الظهيرة، وحاول البعض مقاومة ذلك. في العصر الحديث الملل زاد بعد الثورة الصناعية، وكتب الفيلسوف شوبنهاور إن الحياة أصلا ملهاش معنى، وإن فهم الحياة وإدراك الحياة بيؤكد أنه لا جدوى من هذه الحياة، لا معنى لهذه الحياة، وبالتالي خلط الملل بالتشاؤم. إنما الملل نوعين، في ملل لحظي وملل وجودي. الملل اللحظي متعلق أن حد مستني حد أو مستني حاجة أو في انتظار نتيجة أو أي شيء فقاعد مستني فزهقان، أو في حالة انتظار لحدث ما فعنده حالة ملل، ده ملل ظرفي بينتهي بأن الموضوع المنتظر يتحقق. إنما الملل الوجودي هو الإحساس بأنه الحياة بلا معنى، بالزهق، بأنه الوقت يجب قتله مش استثماره، وبالتالي بتكون حالة الملل موجودة ومرافقة حتى في ظل وسائل التواصل وكل اللي موجود على الموبايل أو على اللابتوب أو الأيباد اللي في إيدينا. حالة الملل ديت طبعا ليها أساس، إنما يمكن مواجهتها، لأن البعض بيتكلم عنها باعتبارها قدر لا خروج منه. الإيمان أكبر أسباب وأكبر وسائل مواجهة الملل، والخوف اللي اتكلم عنه والتشاؤم بتاع شوبنهاور وإن الحياة لا جدوى لها لا معنى لها، كل هذا الكلام يبدده الإيمان. فالإيمان أول شيء في مواجهة الإحساس بعدم جدوى الوجود، الإحساس بالملل، الإحساس بالعدمية أو بعبثية الحياة. نمرة 2، القراءة. اللي بيحب القراءة ويقرأ في الكتب ويقرأ المقالات الجادة والأبحاث وقراءة الكتب بالأساس دي تكسر الملل تماما. لو حد في جزيرة منعزلة ما فيهاش أي حد على الإطلاق وعنده مكتبة لن يشعر نهائيا بالملل، فالقراءة والثقافة تقتل الملل. نمرة 3 وأخيرا، الأعمال الخيرية. إن لو حد ما بيقراش وبيحبش يقرأ، إنما الأعمال الخيرية والإنسانية تكسر الملل. اللي عنده وقت فراغ يروح يعمل أعمال خيرية. يبقى الإيمان والقراءة والأعمال الخيرية، التلاتة دول يدمروا أي شعور بالملل أو اللا جدوى، أو الإيمان باللا جدوى في الحياة، أو الإيمان بعبثية الحياة، أو بكل أفكار شوبنهاور. الإيمان، القراءة، الأعمال الخيرية، المثلث المحطم للملل. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.